منورني وسعيد جدا بلقائك. وخليني ابدا مع حضرتك بفين كابتن ضياء السيد، مدرب كبير جدا وحصل اكتر من مره طرح لفكره انك تبقى موجود في حته في نادي في منتخب في حاجه وبعدين الموضوع ما يوصلش للاتفاق. انا موجود و السيستم يعني ما فيش سيستم واضح لاختيار المدرب في الانديه او المدربين في، مش انا بس اللي بعاني من ده، في ناس كتيره بتعاني من ده. لكن انا دايما بشوف انه في وقت معين، لانك الحمد لله اشتغلت وبتشتغل وما زلت بتشتغل وبتنتج، هيجي وقت تكون في المكان الصحيح اللي تنتج فيه بشكل كويس. يعني بتبقى قلقان شويه لكن كله في وقته ان شاء الله. يعني الموضوع ماشي بطريقه الوكلاء دلوقتي مش بطريقه المقياس يعني الكفاءه. لا هو كل الناس طبعا اكفاء وكلهم على درجه كويسه من الشغل الجيد يعني، لكن طبعا بيبقى فيها جزء وبيبقى قناعات عند الانديه، بتبقى حاجات سريعه بشكل كويس عشان بيحبوا يكرروا اللي عارفينه. لكن اتمنى ان الافكار تتغير، لانه هتشوفوا افكار جديده. يعني ما تعودش نفسك على فكره واحده فكره واحده فكره واحده، خلي نفسك تطلع من بره الصندوق، هتلاقي في افكار جديده تفيد الانديه وتفيد المنتخبات يعني.